مرحبا بكم في هذا الفيديو. أود أن أقدم لكم القليل من معلومات حول الفيروس المنتشر حاليا في مدينة برلينتون فيرمونت وحول العالم. إنه فيروس يسمى COVID-19، أيضا يسمى بفيروس كورونا. إنه فيروس لا يمكنك رؤيته. يمكن أن يستغرق هذا الفيروس ما يصل إلى 14 يوما قبل أن تظهر أي أعراض. يمكنك نشره دون علم أنك مريض. نحن بحاجة إلى إبطاء الفيروس عن طريق غسل اليدين وعدم لمس الوجه والعيون والأنف والفم. المسنون هم أكثر عرضة لهذا الفيروس، وبعض الذين لهم أعراض مرضية أخرى. إن المستشفيات مشغولة للغاية، وسوف تحصل على المزيد من الحالات. لهذا التدابير الوقائية أمر حتمي. يجب على الجميع غسل اليدين، ويجب تشجيع الأطفال على فعل هذا أيضا. يجب عدم لمس العين والأنف والفم، لأن الفيروس سينتقل إلى الجسم بهذه الطريقة. إن كنت مريضا ابقى بالمنزل، لا تذهب إلى التسوق والأماكن المزدحمة. المستشفيات ستكون ممتلئة. لتحد من الانتشار فيما يلي الأعراض التي يجب أن تجعلك تشعر بالقلق، وتشمل الحمى، السعال، الصداع، وضيق التنفس. إن كان لديك هذه الأعراض اطلب المساعدة. حافظ على هدوءك وكن مسؤولا وآمنا. إذا فعلنا هذا جميعا من جانبنا سنكون آمنين وصحيين.